تعزيزات عسكرية روسية تمركزت على حدود أوكرانيا واستعرضت قوتها هناك، فيما يبدو أنه بحسب مراقبين تمهيدا لاندلاع مواجهة مع أوكرانيا التي وصل مستوى تعاونها العسكري والاستراتيجي والأمني مع تركيا إلى حد غير مسبوق. فدخول تركيا في الصراع لابد وأن ينعكس على الواقع السوري، فماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكيف ستنعكس تداعياتها على الملف السوري؟ حلقة جديدة نحلل فيها هذا المشهد، ابقوا معنا. إن تدخل تركيا في أي ملف خارجي سينعكس سلبا أو إيجابا على الملف السوري، وربما تدخلها في أوكرانيا يعتبر ورقة للضغط على الروس لتحقيق مكاسب لهم شمال غرب سوريا. فلو تدخلت تركيا بشكل مباشر في الحرب الروسية الأوكرانية إن اندلعت، فإن روسيا ستحاول الضغط عليها من أجل تغيير موقفها، وهذا الضغط سيكون من خلال القصف على محافظة إدلب وأرياف حلب المحررة التي تتواجد فيها القوات التركية بشكل علني. ومن الممكن أيضا أن تبدأ روسيا عملا عسكريا بريا لتصرف به نظر تركيا وتبعدها عن الساحة الأوكرانية، كما يمكن لروسيا أن تغذي الميليشيات الانفصالية شمال شرق سوريا ضد تركيا لتلهي بذلك تركيا عن المشكلات الحاصلة على حدودها الشمالية، أي أقصد في أوكرانيا. لابد وأن القوة السياسية والعسكرية لكل من روسيا وتركيا تتغير بتغير الظروف الدولية وموازين القوة في البلدان التي تعتبر هاتين الدولتين لاعبتين رئيسيتين فيها. فتدخل تركيا في ليبيا وفوزها هناك زاد من أوراق القوة بيدها أمام الروس. وإن حدثت فعلا الحرب الروسية الأوكرانية وتدخلت تركيا بها بشكل مباشر، فإن تغلب أوكرانيا في هذه الحرب سيدعم قوة تركيا في سوريا وسيصبح لها قدرة أكبر على فرض شروطها وتغيير خارطة السيطرة هناك. لكن لو خسرت أوكرانيا الحرب في ظل التدخل التركي، فإن ذلك سيضعف موقف أنقرة في بقية المناطق المتنازع عليها مع الروس، وخاصة منطقة سوريا المحاذية لتركيا والواقعة على حدودها الجنوبية. إن اندلعت الحرب الأوكرانية فإنه سيتمخض عنها أيضا فراغا سياسيا في إدلب، ربما يفتح هذا الفراغ المجال لسيناريوهات مختلفة لا يمكن التنبؤ بها، كحملة عسكرية روسية لقضم مناطق جديدة أو هجمات للفصائل الثورية لاستعادة المناطق المغتصبة حسب الجاهزية العسكرية للفصائل في المحرر، بالإضافة لما يمكن أن تقدمه تركيا من دعم عسكري ولوجستي لحماية مصالحها في تلك المنطقة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام. لكم مني ومن فريق العمل أطيب التمنيات. بأمان الله.